أهلا وسهلا بكم مشاهدي إكسترا نيوز في تغطيتنا المستمرة على مدار الساعة لمتابعة آخر المستجدات بالتأكيد حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك تطورات الأوضاع في لبنان. أيضا نتطرق في هذه التغطية إلى المساعي والتحركات المصرية بالتأكيد من أجل تهدئة الأوضاع وعدم اتساع رقعة الصراع في المنطقة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 92 شخصاً وإصابة أكثر من 150 آخرين في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة محافظات خلال 24 ساعة الماضية. هذا أوضحت الصحة اللبنانية أن غارات الاحتلال استهدفت محافظة جبل لبنان وبلدات وقرى كل من محافظة الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل. هذا واستشهدت عائلة من 9 أشخاص في غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على منزل في شبعة جنوب لبنان. يأتي هذا فيما غار الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي على بلدة زوطر الشرقية. وللتعليق والمزيد من التحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. دكتور طارق برحب بحضرتك يا فندم. دكتور طارق، طيب يبدو أنه فقدنا الاتصال بدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، سوف نعاود الاتصال به بالتأكيد خلال هذه التغطية. أيضا واصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي لقاءاته الدبلوماسية المكثفة في نيويورك في إطار العمل على وقف العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان. هذا وطلب ميقاتي خلال هذه اللقاءات بتوفير دعم طارئ من منظمات الأمم المتحدة الإنسانية لدعم لبنان في هذه المرحلة. وعقد ميقاتي اجتماعات مع كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ورئيس الوزراء البريطانية كير ستارمر وزير الخارجية الفرنسية جانويل بارو وفد من مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان. يعود إلينا عبر الهاتف الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. دكتور طارق حضرتك سامعني كويس؟ أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك في هذه التغطية. بالتأكيد تابعت اليوم كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعني كيف قرأت هذه الكلمة مجملة؟ هو طبعا تحليل مضمون الكلمة حضرتك حمل كثير من المزاعم والأكاذيب والروايات التضليلية، وده أمر طبيعي أمام الجمعية العامة اللي زعم أنه جاء تاركا بلاده وهي تحارب لأن يلقي هذه الكلمة في يعني إطار تبريري مقدمة واستهلال لما قالوا وما شيطن فيه كثير من الأطراف وادعى كذبا أن إسرائيل تسعى للسلام وأنها تريد أن تصنع السلام ولا نعرف على أي سلام يتحدث أصلا نتنياهو بهذا الكلام.
في عناوين مهمه قوي بالنسبه لتحليل مضمون كلامه ومحتوى المضمون الخاص به. هو اتكلم على اتفاق التطبيع مع الاشقاء في السعوديه، وان لولا لعنه 7 اكتوبر ترانسليتد كده ترجمه الكلمه، يعني لعنه 7 اكتوبر كان يمكن ان يتم، وبالتالي يتحدث هنا عن التعاون والتعاون الاقليمي، وتحدث عن الجانب الايراني، وذكر انه ايران لا يمكن ليها ان تستمر بهذه الصوره في اطار الشرق الاوسط اللي بتزعمه اسرائيل، او اللي هو قال في بدايه الحرب كما تذكري حضرتك وكرر هذا في كلمته اننا سنغير الشرق الاوسط، ولا نعرف كيف سيغير تغير دوله مارقه، دوله خارقه للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، انها تغير اقليم باكمله. بالتأكيد طبعا هناك رسائل قال على حماس أنه لن يكون لها دور في غزة بصورة أو أخرى، ودعا وهذا هو قمة التناقض والمفارقات التي تدعو بطبيعة الحال إلى السخرية من كلامه، أنه دعا حماس للإفراج عن الرهائن برغم أنه شيطانها، وذكر أنه أيضا حزب الله بيحارب في الشمال وأنه لن يسمح باستمرار هذا الخطر. طبعا مخاوفه من 7 أكتوبر من ناحية الشمال أو من ناحية حزب الله وصفهم بأنهم جيش إرهابي، وهذه نقطة غاية في الأهمية، لأنه كان الحديث حتى أمس على احتمالات وقف إطلاق النار كما تعلمي، وكان في اتفاق لترعاء الدول الكبرى في هذا الإطار، ولم يستثني أحد من هجومه وعباراته السخيفة ومغالطاته وأكاذيبه حينما أكد على أن رفع الرئيس محمود عباس لا يريد السلام، وإن القيادة الفلسطينية فشلت في إقرار إدانة 7 أكتوبر. والأغرب بقى والأهم أنه من منصة الأمم المتحدة وصف بأنه مستنقع لمعاداة السامية، وبالتالي هذه المنظمة التي ذهب إليها يكرر أكاذيبه ومغالطاته اتهمها بهذه الاتهامات وشيطن موظفيها، ولكن هو يحسب له عدة أمور أرجو أن نتفهمها أيضا. أولا أنه هذا الخطاب التبريري يجب الرد عليه بصورة مباشرة، لأنه بطبيعة الحال كان هناك مشروع، ولا أعرف كيف يعني الجانب الفلسطيني أهمله. المطالبة كان حضرتك بتجميد وضع إسرائيل في الأمم المتحدة وتجميد أنشطتها والدعوة إلى نزع شرعيتها أمام المحافل الدولية، لأن هذا الخطاب الذي طلب به هذا المجرم الذي من المفترض للمحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف له ولعدد من قادة الحرب وقادة التشكيلات، يعني لابد أن تكون هناك وقفة، ولكنه استثمر، أنا في تقديري حضرتك استثمر منصة الجمعية العامة ووظفها بكل هذه المغالطات والأكاذيب التي من المفترض أن يتم التعامل معها بجدية وأيضا كشفها أمام الجمهور الدولي أو الرأي العام الدولي. نعم، يعني بالتأكيد غياب عدد كبير جدا من الوفود العربية اليوم أمام طبعا الجمعية العمومية للأمم المتحدة، يعني أثناء إلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي لكلمته، يعني هذا الانسحاب وهذا الغياب لهذه الوفود العربية هل له تفسير من وجهة نظر حضرتك؟ هو طبعا له دلالات رمزية، لكن يعني كفانا دلالات رمزية، هذه الدلالات الرمزية التي يعني القاعة خلت من عدد من المسؤولين وغيره، إسرائيل يعني الآن توظف كما أشرت لحضرتك لمنصة الجمعية العامة، وهو لو يوجد شخص واحد في القاعة هو كرر كلامه الذي نتحدث فيه ونناقشه الآن، وبالتالي أنا في تقديري أنه آن الأوان لنزع شرعية إسرائيل في المحافل الدولية من المنصة الدولية وليس من خلال منظمات أو ما إلى ذلك، لأنه كما أشرت لحضرتك في وسائل رابعة يمكن لهذا المجرم مجرم الحرب الذي مارس أعمال الإبادة الكاملة لابد التعامل معه بهذه الصورة. أما الموضوعات الرمزية فالحكومة الإسرائيلية لم تعد تبالي بهذه الأمور، حضرتك تعلمي أن إسرائيل في حالة مقاطعة كاملة مع العالم، هناك مقاطعات عديدة داخل وخارج الإقليم، وهناك بطبيعة الحال تأكيد على الإجرام الإسرائيلي في قطاع غزة وفي اتجاه لبنان الآن، ومع ذلك لم ترتضع. وطبعا الخطورة كل الخطورة أن تستثمر إسرائيل حضرتك 6 أسابيع المقبلة وبعدها حتى بعد إجراء الانتخابات الأمريكية لغاية نوفمبر 5 نوفمبر المقبل في فرض استراتيجية الأمر الواقع ومحاولة تكريس الإجرام الإسرائيلي في الإقليم. هو النهاردة ألقى اتهامات في كل الاتجاهات كل الأطراف، حتى أنه شيطن الإقليم بأكمله، سواء كان فواعد من غير الدول اللي هي المنظمات زي حماس والجهاد
حزب الله والحوثيين إلى الدول إيران السعودية وكل الأطراف بصورة أو بأخرى، مؤكدا أن إسرائيل ستغير الشرق الأوسط. ولا نعرف كما أشرت لحضرتك أي شرق أوسط يتحدث فيه مجرم الحرب نتنياهو في هذا الإطار. نعم. طيب دكتور طارق، يعني هل كلمة نتنياهو في مجملها هل تدع مجالا أمام الأطراف المختلفة ربما للمضي قدما في البحث عن سبيل ربما لوقف إطلاق النار؟ يعني خليني أكون واقعي مع حضرتك، مصر هي التي تتحرك في كل الاتجاهات في هذا التوقيت لوقف إطلاق النار وإدخال الاستحقاقات التي صدرت طوال عام كامل. إحنا خلال عدة أيام سيكون الأحداث مر عليها عام كامل. مصر بتتحرك في اتجاهات عديدة، ومصر نجحت بمهارة كبيرة سواء كان على مستوى الدبلوماسية الرئاسية أو على مستوى الدبلوماسية المهنية في الجمعية العامة في هذه اللقاءات الأخيرة في إعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية وتأكيد وتحمل المجتمع الدولي طبعا لمسؤوليته في هذا الإطار. لولا مصر لكان قد تم تصفية القضية الفلسطينية حضرتك، لا احنا شهادتنا مجروحة في هذا الإطار منذ اليوم الأول للمواجهة. لكن بطبيعة الحال هناك أيضا لابد أن يكون هناك دعما دوليا، هذا الدعم الدولي حضرتك يتمثل فيه مواقف مسؤولة للولايات المتحدة، لأنه أيضا بلينكين كما تعلمي في الجمعية العامة التقى مع وزراء الخارجية دول مجلس التعاون الخليجي وأكد على فكرة ومقاربة حل الدولتين وغيره. المهم الآن هو العودة للاستحقاقات الرئيسة وهي وقف إطلاق النار والبدء في الخطوات التالية، وهو ما أكدته مصر في مقترحاتها السابقة للولايات المتحدة. والرئيس جو بايدن اقتبس كثير من الأفكار والنقاط، حتى القرار الدولي اللي صدر من مجلس الأمن بني على أفكار مصرية، وأعتقد أنه هذا هو المنطلق الرئيسي، أنه مصر بتوجه البوصلة وتحدد مسارات واتجاهات التحرك، وبالتالي على الأطراف الأخرى أن تتحرك أيضا مع مصر في هذا التوقيت. القضية ليست في معبر رفح أو ممر صلاح الدين، لأنه في النهاية إسرائيل ستخرج من ممر صلاح الدين وستخرج من ممر ديفيد الذي تم تشييده بجوار معبر رفح، إنما هي الآن بتحاول تحسين شروط التفاوض، تحاول اختبار وجس نبض الأطراف الأخرى، تحاول أن تكرس استراتيجية الأمر الواقع. المطلوب أن تكون هناك إجراءات وتدابير في مواجهة هذه الحكومة للتعجيل بما يجري. مرة 12 شهر على الأحداث، وبالتالي علينا أن يكون هناك أيضا دعما عربيا ودوليا لكل هذه التحركات المصرية المسؤولة حفاظا على ما تبقى من القضية الفلسطينية. حضرتك أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية على هذه المداخلة. أيضا للمزيد من النقاش ينضم إلينا هاتفيا لواء دكتور محمد قشقوش عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. برحب بحضرتك سيادة اللواء. أهلا بحضرتك. يعني هأعيد تكرار نفس السؤال، وهو بالتأكيد الخبر الأبرز كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، كيف قرأتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اليوم مزدحم بالأخبار، يعني عندنا كلمة نتنياهو أمام الأمم المتحدة، عندنا تأكيدات اللي اتكلم عنها وزير الخارجية الأمريكي، الموقف الأمريكي في بالتوازي. إذا كنا بنتكلم سياسة، لو نتكلم في الجزء العسكري نجد أن في توسع كبير جدا في العمل العسكري في لبنان، وينذر ببدء العمليات البرية. أيضا نتكلم عن قطاع غزة. فإذا بدأنا بالجزء السياسي، التوجه العام العالمي يتوجه وتقوده حتى تتكلم بالنيابة عن الولايات المتحدة، يتكلم عن السلم، يتكلم عن الحلول السلمية، وهذا شيء منطقي وطبيعي. ولكن النغمة اللي بيتكلم بها نتنياهو بيتكلم بلغة أخرى، يتكلم أيضا بلغة الشهيد الذي يواجه سبع أعداء في وقت واحد. يعني بيعتبر أن اللي قالت إليه غزة من قرابة 140 ألف شهيد وجريح، بيعتبر ان ده قالها في جمله عابره جدا كلمه غزه، يعني ما قالش حتى ما يعني كما لو كان الموضوع بسيط بالمقارنه باللي بيتكلم عنه. حتى الخطاب اللي تضمن الساميه يعني اتحط في خانه قريبه جدا من كلمه غزه. يعني كل ما تم في غزه من هذه الفظائع بيضع جنبه في الناحيه الثانيه الساميه.
رغم أننا أيضا ساميون. الجزء ده يعني جزء إسرائيل لم تكن لتستطع أن تخطو خطوة كبيرة في هذا الاتجاه، سواء اتجاه غزة أو في اتجاه حزب الله وجنوب لبنان، بدون دعم الولايات المتحدة. دعم الولايات المتحدة بدأ من الدعم السياسي ثم الدعم العسكري. لم تقاتل نيابة عن إسرائيل، الولايات المتحدة لم تقاتل نيابة، لكن أنا الولايات المتحدة التي تعطي الأسلحة المتطورة جدا، الذخائر المتطورة جدا بسخاء، تحريك الأساطيل شرق المتوسط لتكون طائراتها على مقربة. عملت الطائرات تحمل من 30 ل 35 طائرة متطورة جدا. مين حامل الطائرة؟ تكلم على 70 طائرة متطورة جدا. يعني ده في قوة. يعني الدعم الأمريكي معروف منذ طبعا بداية الصراع الإسرائيلي، ولكن أعود مرة أخرى ربما لكلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي زعم أن الاحتلال يسعى للسلام وأنه مضطر للدفاع عن نفسه. هل يصدق المجتمع الدولي مزاعم الدفاع عن نفس بعد كل هذا التصعيد وهذا الخراب من جانب قوات الاحتلال؟ هذا كذب حقيقي. هذا كذب ومنافي للحقيقة، ومنافي للحقيقة. أنت يعني إذا كان فيه كم في 7 أكتوبر الماضي عمل من حزب الله تجاه إسرائيل، أي عمل رأي شخصي، أي عمل عسكري تجاه مدني أنا أرفضه. عمل عسكري يجب أن يكون تجاه بمقابل عمل عسكري ولهدف عسكري. لكن حتى لو كان هناك خطأ من حزب الله في تجاوز العمل اليوم 7 أكتوبر، ما يكونش في الرد بهذا الحجم، إن في 140 ألف قتيل وشهيد، وفي منهم عدد كبير جدا تحت الأنقاض لا يعرف مصيرهم، نسبة كبيرة جدا منهم من الأطفال والنساء. إعادة البناء، إعادة الإعمار يحتاج شيء كبير جدا. الشعب الفلسطيني الغزاوي بيعاني من أساسيات أكل وشرب وتحرك ومكنة ما بتصرفش فلوس وموقود غير يعني مفتوح. العالم كله لا يصدق إسرائيل في زعمها أنها تحارب يعني حزب الله وأيضا حماس في الضفة الغربية وغزة، ولكن هل ترى أن إسرائيل يعني كانت مضطرة للتعامل مع تطورات التوتر مع حزب الله تحديدا، أم أن الأمر ربما كان مخططا منذ البداية؟ أنا برضو اللي قالوا إن إسرائيل تواجه 7 أعداء في وقت واحد، هذا يتكلم على أنه شهيد، أنه يعني رجل مغلوب على أمره في مواجهة التعدد الأعداء اللي جاي من كل ناحية. هو يملك العتاد والعدة اللي مش موجودة عند 7 ولا عند 10. لكن هي الفكرة يعني إذا كان في عمل تم في غزة، رد الفعل يكون على هذا قدر العمل، وهذا رد الفعل يكون موجه لقوات حماس، لا يكون موجه للمدنيين. نفس الشيء بالنسبة لحزب الله. إذا كان هناك تصاعد عسكري وسياسي بين حزب الله وبين إسرائيل في جافة الشمال الإسرائيلي والجنوب اللبناني، أيضا من حق الطرفين أن يتقاتلا، كل واحد شايف أنه صاحب الحق، لكن لا يضار المدنيين. طب رد حضرتك بأن نتنياهو بيقول أنه لا يحارب لبنان كشعب ومدنيين ونساء وأطفال يقتلون كل يوم، بل أنه يواجه حزب الله، هذا كذب أيضا. وأثناء معركة غزة يعني لدر الرماس في العيون قال أن احنا حددنا مع الولايات المتحدة المربعات الآمنة، وحددناها عشان المربعات الأمنة دي يكون فيها المدنيين وما يكونش فيها قتال، والقتال يشمل العسكريين فقط. إزاي أحدد مربعات مدنية وأنا ما عنديش كهرباء ولا إنترنت ولا لوكيشن ولا 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 أقدر أعرف أنا موجود فين أصلا؟ هذا الكلام كذب. نفس الشيء. أنت تعرف أين الضحية الجنوبية؟ أنت تعرف أين جنوب لبنان؟ أنت تعرف أين حدود حزب الله؟ تستطيع أنت إذا كان هناك عمل عسكري وعمل عسكري مضاد، انت كحزب الله تهاجم الشمال الاسرائيلي واسرائيل تهاجم الجنوب، اوكي، لكن المدنيين حتى من الطرفين خارج هذا الموضوع صحيح. لكن انت تضطر، وبعدين يبعث رسائل يبان ان هو حريص على السلم، يقول نداء وتحط على الشبكات المشفره اللي تم اختراقها
للشعب اللبناني ان عليهم ان يغادروا المناطق الفلانيه. هو يتكلم على المناطق اللي يسكنها الجنوب اللبناني لحزب الله والجنوب اللبناني لغير حزب الله. انت بتتكلم على ان ربع الشعب اللبناني اللي ملوش علاقه بحزب الله يترك مزارعه وارضه ويهاجر. ومن غير المعقول ايضا ان يتم يعني استهداف منازل المدنيين بعد ان يتم يعني تهجيرهم من اماكنهم منازلهم، ثم يعاودوا مره اخرى يجدون منازلهم اصبحت رمادا بالتاكيد. بشكرك شكرا جزيلا اللواء دكتور محمد قشقوش، عضو الهيئه الاستشاريه بالمركز المصري للفكر والدراسات. ما زالت حركة النزوح مستمرة في اتجاه بيروت والمناطق الآمنة هربا من غارات الاحتلال، فيما تعمل فرق الدفاع المدني والإسعاف في لبنان على رفع الأنقاض من الطرق تسهيلا لمرور المواطنين. تصعيد إسرائيلي عنيف يشهده لبنان دفع آلاف المدنيين إلى النزوح من بيوتهم في مسعى للوصول إلى مكان آمن، حيث تعمل السلطات اللبنانية والمنظمة الدولية إلى توفير مأوى آمن للنازحين، وخصوصا الذين فروا من الجنوب اللبناني إلى العاصمة بيروت وغيرها من المناطق. السلطات اللبنانية من جانبها قررت فتح المدارس والمعاهد لإيواء النازحين من جنوب البلاد، وأكدت الحكومة أنها تولي اهتماما كبيرا لمراكز إيواء النازحين وتتابع على مدار الساعة مع المحافظين استيعاب النازحين، لافتة إلى تفعيل كل خلايا إدارة الكوارث بالبلاد. وبحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان، فإن الأحداث التي تشهدها البلاد في الأيام الأخيرة تعتبر من أعنف الهجمات على لبنان منذ عام 2006، مكررة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى خفض التصعيد بشكل عاجل وإفساح المجال أمام المساعي الدبلوماسية، مضيفة أن حماية المدنيين في لبنان واحترام القانون الدولي الإنساني أمر بالغ الأهمية، فضلا عن وجوب ضمان حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية. مفوضية اللاجئين أكدت كذلك أن الأعمال العدائية الراهنة المقرونة بالأزمة الاجتماعية والاقتصادية المستمرة في لبنان تخلق تحديات لجميع الفئات السكانية والمجتمعات المحلية التي تستحق جميعها الوصول بشكل متساو إلى الأمان والكرامة. أزمة إنسانية جديدة تتصاعد هذه المرة في لبنان بعد مرور نحو عام على معاناة الفلسطينيين في غزة دون تحرك واضح من المجتمع الدولي يضع حدا للاحتلال الإسرائيلي الذي لم يترك شيئا ضد الإنسانية إلا وفعله. والمزيد من التحليل والتوضيح ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية. دكتور رامي برحب بحضرتك إلى هذه التغطية فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. نتنياهو طلب حماس بإلقاء السلاح والاستسلام وأيضا تسليم الرهائن، هل بعد هذا الخراب وهذه الحرب وهذه الضحايا والشهداء في كل مكان قد تفعل حماس ذلك؟ لا، هو الحقيقة المطالبة من نتنياهو باستسلام حماس هو يعي جيدا أن حماس هترفض الاستسلام عشان حفظ ماء الوجه أمام الفلسطينيين المتبقيين حتى، وفي نفس الوقت الحاجة الثانية ان هتبقى اعتراف اقليمي او اثبات اقليمي ان ايران فقدت احد اذرعها الاقليمية في المنطقة دلوقتي، وده هيدي لاسرائيل الفرصة لبسط سيطرتها بشكل اكبر على القطاع وتجنبا لاستمرار الممارسات الاسرائيلية اللي هي الممارسات الاجرامية، لان المطالبة هنا هي مرهونة بعقاب. لو حماس ما استسلمتش او اعلنت استسلامها هتواجه بالعقاب من زيادة أو استئناف إسرائيل أو زيادة وتيرة العمليات الإجرامية اللي بتعملها إسرائيل في الفترة الحالية، وده كله هيحصل قبل يوم 7 أكتوبر اللي جاي، قبل مرور سنة على الحرب اللي إسرائيل بتعملها، عشان كشف حساب من اليمين المتطرف أمام الشعب الإسرائيلي. لازم يكون في خطوات تقدمية ومكاسب إسرائيل حققتها خلال السنة دي عشان يقدروا يواجهوا بيها الشعب الإسرائيلي اللي هيديهم الثقة للاستمرار في السلطة، وفي نفس الوقت تحقيق مكاسب شخصية لبنيامين نتنياهو.
إيران الدعم الأول لحزب الله، ربما هاجمها نتنياهو في أكثر من حديث وأكثر من مناسبة خلال خطاباته، كيف تتوقع الرد الإيراني على تلك التصريحات؟ ممتاز يا فندم. هو هنا إيران طبعا مش هتخش في مواجهة مباشرة مع إسرائيل، لا، المواجهة هنا عن طريق الوكلاء، ويمكن الوكلاء كانوا حزب الله وحماس، والاثنين كانوا متفقين على أن إسرائيل هدفهم، لكن إسرائيل طبقت مبدأ فرق تسد من خلال يعني نهج مختلف في العمليات الحربية اللي بتعملها تجاه كل طرف من آخر. يعني في غزة عملت اللي عملته من خلال عمليات إبادة وسياسة الأرض المحروقة، لكن مع حزب الله الوضع اختلف تماما. يعني كان في عمليات سبرانية، لكن الأخطر من كده استراتيجيا أن إسرائيل دفعت حزب الله في زاوية معينة ما بين خيارين، إما أنه هو يستسلم أو يبلع الطعم. طعم إيه؟ طعم الحرب الشاملة، لأن إسرائيل عايزة تدخل حزب الله في حرب شاملة بهدف استنزافه، وفي نفس الوقت هي إسرائيل بتاعي جيدا أن حزب الله مش هيستسلم وهيبقى له هجمات محدودة على إسرائيل. الهجمات المحدودة دي حزب الله هيتعمد يعملها عشان يتجنب الظهور بمظهر المعترف بالهزيمة أمام الشعب اللبناني وأمام حتى إيران، بس ده هيكون حجة أو يعني مبرر لزيادة وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان بحجة مواجهة تنظيم إرهابي زي حزب الله، خاصة أن لبنان ما عندهاش البنية التحتية أو التكلفة الاقتصادية للخوض الحرب. لبنان دولة يعني مفلسة اقتصاديا، وبالتالي أي حرب بتحدث في لبنان هو هيؤدي بالانتقال بلبنان لدولة فاشلة، فده دي فاتورة حزب الله نفسه مش هيقدر يدفع، وفي نفس الوقت ده بيحيد دور إيران أو دعم النفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط لتهديد الوجود الإسرائيلي. عشان كده إسرائيل استدعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لدعمها في العمليات اللي بتعملها حاليا سواء من البحر الأحمر أو من البحر المتوسط. نعم. طيب، هل تصريحات بنيامين نتنياهو حول إيران وإدارتها للمقاومة في غزة ولبنان وغيرها تدل على خشيته وخوفه من أن يكون هناك أي مفاجآت من إيران؟ لا، هو فندم السيناريوهات كلها، يعني إسرائيل دايما هم عندهم نقطة إن هم دايما بيتباهوا إن لو حتى في تهديدات هم قادرين يردوا، وهنا ولو في أي قيود مفروضة أو ضغوط مفروضة عليهم حتى من الولايات المتحدة الأمريكية هم ما بينفذوهاش من أجل الدفاع عن بقاء الشعب الإسرائيلي شعب آمن. عشان كده دايما بيتخذوا في نشرات الأخبار بتاعتهم شعب إسرائيل حي، ده الشعار بتاعهم، وبالتالي المسألة هنا إن السيناريوهات المطروحة من الإسرائيليين بيبقى كل سيناريو له رد فعل معين، بس هو هنا الداعم، يعني إذا كان حزب الله وحماس ليهم الداعم من إيران، فإسرائيل ليها الداعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. عشان كده استدعاء إيران لمواجهة مع إسرائيل هيجلب استدعاء إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية، بس من باب الأمانة مش من مصلحة إيران أصلا الدخول في مواجهة مع إسرائيل ولا مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن إيران بتخدم على أهداف إسرائيل. عشان أكون صادق مع حضرتك، إيران بتخدم على أهداف إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. بدون وجود التهديد الإيراني أو بدون وجود دولة إيران في الشرق الأوسط يا فندم، ما كانش هيبقى في قواعد عسكرية أمريكية في الخليج، ولا السلاح الأمريكي هيتاح في الشرق الأوسط، ولا حتى إسرائيل تقدر تعمل اتفاقيات تطبيع أو تنسق مع الدول العربية لتشكيل ناتو عربي، لأن ده إسرائيل حاولت تعمله في 2018 لتشكيل ناتو عربي لمواجهة النفوذ الشيعي والتهديد الإيراني في المنطقة. فبدون إيران إسرائيل مش هيبقى ليها حجة الاتفاقات أو المصالح مع دول المنطقة، ولا الولايات المتحدة الأمريكية هيبقى في مبرر لمبيعات السلاح بتاعها. عشان كده لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا إسرائيل، ده من بقالهم أكثر من 30 سنة يقولوا الضربة تجاه إيران بسبب البرنامج النووي أو المواجهة، مفيش مواجهة. نعم. طيب، يعني محتاجة رد حضرتك، نتنياهو يمكن هدد إيران بالرد على أي هجوم من جانب إيران، وقال إنه لا مكان في إيران بعيد عن ذراع إسرائيل، تعليق حضرتك؟ هو طبعا ده فندم الهدف منه سياسة الردع، الحفاظ على سياسة الردع، بمعنى إن العمليات السبرانية اللي حصلت في أجهزة البيجر ده رقم واحد، حتى الضربات الإسرائيلية اللي حصلت تجاه إيران من قبل تجاه الضربات الأهداف الإيرانية اللي حصلت حتى في سوريا، هو هنا بيدل على إن إسرائيل عندها استعداد لكافة السيناريوهات. لكن في نفس الوقت التحذير الإسرائيلي نفسه بيحمل في مضمونه إن إسرائيل لا ترغب سياسيا وعسكريا
في المواجهة مع إيران، وإنما هي بتمنع أو بتحاول ترضع إيران عن دعم وكلائها اللي هم تعدوا على إسرائيل بالأساس، سواء حماس أو حزب الله. وهنا المقصود من التحذير ده تحييد إيران أو ربما الضغط على إيران لإجبار حزب الله وحماس اللي هم ذرعائها الإقليميين دلوقتي للتوقف عن الاستمرار في الحرب دي، أو يعني اللجوء لخيار وقف إطلاق النار بهدف مش هقدر أقول الاستسلام، وإنما بهدف عدم استئناف المواجهة مرة أخرى والحفاظ لإسرائيل بالمكاسب اللي حققتها لحد دلوقتي. دكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معي فندم. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب. يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام، وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه، السعي لتهجيرهم قسريا واستيطان أراضيهم، وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولي وقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية. إن أطفال فلسطين الذين قتلوا ويتبوا منهم عشرات الآلاف في غزة ستظل حقوقهم سيفا مسلطا على ضمير الإنسانية حتى إنفاذ العدالة من خلال آليات القانون الدولي ذات الصلة. شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي لوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة والتطهير العرقي في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك العدوان على لبنان، مؤكدا أن تحقيق السلام والأمن في المنطقة لن يكون دون كف يد إسرائيل وعدوانها وإنهاء الاحتلال. قال مصطفى في اجتماع وزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 79، يجب على الجميع العمل من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة ورفع الحصار المرعب عن قطاع غزة، إضافة إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها في الأمم المتحدة وتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار الذي اتخذته الجمعية العامة عقب الرأي الاستشاري الذي يشمل التزامات ملموسة وآليات جماعية وتقديم الدعم السياسي والمالي والاقتصادي لتنفيذ الخطة الوطنية للحكومة، وخاصة دعم وإغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة. والمزيد من التحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي محمد بسيوني رئيس تحرير جريدة الأخبار أخبار اليوم. محمود بسيوني برحب بحضرتك يا فندم. في البداية يعني لو تحدثنا عن تصريح نتنياهو بأنه يعني لا يحارب لبنان وأنه يواجه حزب الله رغم أن الضربات طالت الكثير من المدنيين ومعظم القتلى والمصابين من الأبرياء بالتأكيد في لبنان. بالتأكيد بيحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يضع أو يصنع شرعية زائفة لاستهداف ولدولة لبنان والتعدي على الأراضي اللبنانية خلال الفترة الماضية، متذرعا بأنه يعني يواجه ميليشيات حزب الله أو يحاول أن يحمي القسم الشمالي من إسرائيل، ولكن هو الحقيقة أنه هناك استهداف واضح جدا ومحاولة للاعتداء على السيادة اللبنانية ومحاولة إلى اختراق الشرعية الدولية كما نراها، اختراق الشرعية الدولية في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية. العدوان الإسرائيلي يبحث عن يعني ذريعة من أجل استكمال مخططه العدواني ضد كل دول المنطقة ومحاولته المستمرة لتوسيع نطاق الصراع وتوسيع نطاق الأزمة في المنطقة، وذلك كله من أجل تصفية القضية الفلسطينية.
وربما كان الموقف المصري واضح منذ اليوم الأول أنه هناك رفضا تاما لكل هذه المحاولات، هناك رفضا تاما للمخططات الإسرائيلية من أجل يعني فرض أمر واقع في المنطقة سواء في قطاع غزة أو في الجنوب اللبناني. في كلا الحالتين يعني الجرائم الإسرائيلية يعني تتزايد، والجرائم ضد الإنسانية يعني المرتكبة من الجانب الإسرائيلي أصبحت أكثر توثيقا وأكثر وضوحا أمام العالم، ولكن للأسف الشديد لا زالت المؤسسات الدولية والنظام العالمي الحقيقي النظام العالمي كله يعني يقف عاجزا أمام هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة والمحاولات الإسرائيلية من أجل يعني الاعتداء على الدول الجوار والعصب كل محاولات السلام وكل محاولات وقف اطلاق النار. طيب استاذ محمود، يعني ازاي شايف نجاح الدول العربيه وفي اولها ومقدمتها بالتاكيد الدوله المصريه في خلق عزله دوليه للاحتلال بعد توضيح بتاكيد كل الحقائق الخاصه بالقضيه الفلسطينيه والجرائم التي يرتكبها الاحتلال والاباده الجماعيه بالتاكيد في حق الشعب الفلسطيني الاعزل وبالتاكيد دعم القضيه الفلسطينيه امام الراي العام العالمي؟ ربما لو رجعنا بالزمن يعني قليلا للوراء سنجد كان هناك خطابا غربيا مع بداية الأزمة في 7 أكتوبر 2023 يتبنى الرواية الإسرائيلية. اليوم هذا الأمر تبدل تماما وأصبح هناك رواية أخرى هي الرواية المصرية في الحقيقة، وده هنا قوة وتأثير الدبلوماسية المصرية اللي كانت واقفة من أول يوم تتصدى لكل محاولات إسرائيلية من أجل طمس الحقائق ومحاولة التغطية على هذه الجرائم وتصفية القضية الفلسطينية. كانت مصر موجودة منذ اليوم الأول تؤكد لكل دول العالم أن هناك جرائم، أن هناك محاولة تصفية القضية الفلسطينية، أن كل هذه الأمور يعني محاولة من الحكومة الإسرائيلية من أجل التمسك بوجودها في الحكومة حتى لا تحاكم على ما الأخطاء التي وقعت فيها في 7 أكتوبر العام الماضي. الخطاب المصري والدعم الآن الدولي من أجل التهدئة كله ينطلق من المبادرة المصرية ومخرجات مؤتمر القاهرة للسلام الذي أعقب على طول، ويمكن ده كان يعني استفسار مبكر من الدولة المصرية تجاه ما سيحدث في المنطقة وتجاه ما تفكر فيه إسرائيل من أجل تصفية القضية الفلسطينية بناء على ما تم في 7 أكتوبر. هذا الأمر أتصور أنه هو الآن الخطاب المصري والخطاب العربي مسموع لدى الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي منخرطة الآن في شراكة مع مصر وقطر من أجل التهدئة في قطاع غزة، وكمان يعني دول غربية أخرى يعني على رأسها الاتحاد الأوروبي الذي يدعم الآن كل التحركات المصرية وكل المحاولات المصرية من أجل التهدئة ووقف إطلاق النار والوصول إلى حل لهذه الأزمة. اليوم هناك تشديدا غربيا تشددا غربيا واضحا، وإن كان لم يصل حتى الآن إلى الضغط المباشر على الحكومة الإسرائيلية وعلى إيقاف توريد الأسلحة وعلى يعني حث هذه الحكومة والضغط عليها من أجل وقف إطلاق النار. نعم. الخطاب الغربي الآن يتبنى الرؤية المصرية. بالتأكيد الخطاب الغربي وكل وجهات النظر العالمية تغيرت من خلال بالتأكيد يعني موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وارتفعت أصوات ربما الحكومة المصرية بضرورة وقف إطلاق النار وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 منذ بداية الصراع. يعني هذا الدور لا يمكن لأحد أن يغفله بأنه وصل صوت الفلسطينيين للعالم كله. طيب خلينا نرجع أستاذ محمود لتصريحات نتنياهو بخصوص حزب الله، قال أنه لن يسمح بوجود حزب الله على حدوده الشمالية مرة أخرى. هل ده الهدف قابل للتحقق أم أنه زيه زي أهداف كتير للحرب على غزة والقضاء على حماس واللي لم ينجح فيها حتى الآن بعد نحو عام من الهجوم على غزة؟ نتكلم عن 7 أكتوبر، خلاص أيام عام على هذا الصراع. يعني هو خطاب متكرر من بنيامين نتنياهو واستمرار لمثلث يعني مسلسل الاكاذيب اللي هو بيحاول يقنع بها المواطن الاسرائيلي او يحاول ان يداري بها على جرائمه، انه يعني يتعامل مع سواء حزب الله او مع حركه حماس انه سيستطيع القضاء عليهم، وهو في الحقيقه فشل في كلا الهدفين.
هو لن يصل إلى القضاء على حماس ولن يصل إلى القضاء على حزب الله، لأن هنا بنتكلم على تنظيمات موجودة وتنظيمات لديها تفرعات كثيرة لن تستطيع الآلة العسكرية في الحقيقة أن يعني تقضي عليها، لأنه هنا بنتكلم على حركات أيديولوجية. ولكن يعني هو ما يقوم به الآن هو محاولة لاستثارة يعني التعامل العنصري اللي هو بيتعامل به مع الفلسطينيين واللبنانيين. هو هنا بيستثير جماعات أخرى يعني ضد إسرائيل وضد أي محاولة إسرائيلية من أجل تصفية هذه القضية أو من أجل يعني مباشرة الاعتداء على السيادة اللبنانية أو محاولة الاعتداء على الدولة اللبنانية. في كلا الحالتين هو فشل في مخططاته. هذا الفشل يفسر أهداف أخرى لها علاقة ب يعني حصد مزيد من الأرواح المدنيين في لبنان كما حدث في غزة والضفة الغربية، وبالتأكيد إطالة أمد الحرب كما يقول محللون كثر. أنا بشكرك شكرا جزيلا للكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم. ومشاهدينا الكرام، وصلنا لختام هذه التغطية، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.